السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل مع بعض في الكورس بتاعنا بتاع سنترال نيرفو سيستم دراجز، والليلة هنشوف إن شاء الله درس جديد واللي هو الأنتي ديبريسنتس أو الأدوية اللي بنستخدمها في علاج الديبريشن. طيب الفيديو هيكون مركز على الجنرال باثوفيزيولوجي أوف ديبريشن. ليه؟ لأنه إذا فهمنا الباثوفيزيولوجي، لما نقول باثوفيزيولوجي معناتها النورمال شنو والابنورمال شنو والتشينجز اللي حصلت شنو، بالتالي انت لو عرفت المرض ده الحاجه الاساسيه اللي بتحصل فيه شنو، ممكن تتوقع بعض الاكزامبلز تشوف هي كيف بتشتغل اند سو اون. فيبقى فهمنا ليه الباث فيزيولوجي هيساعدنا في يعني معرفه الانتي ديبريسنت، مع انه الباث فيزيولوجي ما الجزء الاساسي في الفارماكولوجي. الفارماكولوجي طبعا مينز باي دراجز بالادويه، لكن عشان انت تفهم الدراجز والفهم ده يساعدك في حفظ الحاجات دي بتحتاج انك تفهم شوية بعد باك جراوند. فالليلة هيكون الكلام عن الباك جراوند دي. طيب اول حاجة لازم نكون سبيسيفيك. سبيسيفيك في شنو؟ في وصف الديبريشن. هل الديبريشن دي الحاجة اللي بتلاقينا يوميا لما ما نلقى مواصلات او الكهرباء تقطع او انسون؟ نو. يبقى الديبريشن العادي بيجينا في اليوم العادي ده ما ديبريشن، ده مصطلح بس ديبريشن. لكن الكلينيكال ديبريشن او الديبريشن الحقيقي كمرض عنده وصف معين، اوكي، او عنده وصف معين زي ما هتشوفوا. طيب اول نقطه لازم نعرفها انه في الدياجنوستس بتاع الديبريشن انه بيعتمد على الكلينيكال انترفيو، والكلينيكال انترفيو هي زي نقاش بينك وبين المريض عشان وانت بتسال اسئله معينه. يو ويل اسك سبيسيفيك كويشنز اند يو ويل ستارت تو انالايز ذا بيشنتس انسر. ف الدياجنوستس بتاعه طبعا زي ما قلنا يعتمد على كلينيكال يعني انترفيو. طيب ميجر ديبريسيف ديسوردرز اللي هي الصوره الاساسيه للديبريشن، كاركترايز باي ديبريست مود، يعني بيكون الزول المود بتاعه ديبريست موست اوف ذا تايم. دي الحاجه المهمه جدا جدا، يعني كون جاك ديبريشن فور مينيتس فور اورز دي ما مشكله، لكن وانس انه الموضوع اتطور وصل اسبوعين ده معناتها في 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 ريالي ريالي في 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 بروبلم ان ات نيدز تو بي دياجنوزد. فبيكون في loss of interest، زول ما interest في أي حاجة، loss of pleasure، يعني هو الحياة كان بيستمتع بها الآن ما بيستمتع بها and so on. فزي ما قلنا time factor هنا مهم جدا، لازم يكون الموضوع ده مستمر لفترة أسبوعين حتى بعدك يتم تشخيصه. فحتى الأنيمال سبحان الله هي بيجيها depression، فبكون ما بياكل الأنيمال and so on. كذلك depression symptoms في الهيومن تشبه الأنيمالز. فالdepression برضه بيكون في disturbance في السليب، بيكون في loss للابيتايت او disturbance في الابيتايت، يعني الزول بياكل شديد يعني ما بياكل نهائي، as well as deficit in cognition and energy، يعني حتى تلقى في fatigue في فتر في loss of interest and so on. الكلام ده كله كده مع بعض لفتره لا تقل عن اسبوعين. طيب في theories بدات تفسر الدبريشن، كيف بيحصل الدبريشن؟ والثيوري دي جات من انه نحن عارفين النورمال function. What is the normal function of neurons؟ إنها تنقل لنا الإشارات، صح؟ signals. وعشان تنقل الإشارات الموضوع ده بيبدأ من تصنيع النيوروترانسميتر، الستورج بتاعه، بعد ذاك الريليز بتاعه، then the neurotransmitter will bind to the specific receptor and subsequently بيحصل activation للpost synaptic neurons. بعد ينتهي النيوروترانسميتر من الفانكشن بتاعته طبعا بيحصل له ري ابتيك، بيحصل له ري ابتيك، ودي نقطة مهمة جدا ركزوا فيها. بيحصل له ري ابتيك بيرجع تاني جوا اجين، يا اما يحصل له ميتابوليزم او يحصل له شنو او يطلع برا. طيب في نقطة ثانية مهمة انه في بعض الريسبتورز او بعض النيوروترانسميترز بترتبط بريسبتور هي بري سينابتيك ريسبتورز، بنسميها الاوتو ريسبتورز. الاوتو ريسبتور دي بتشتغل عكسي، بمعنى هي اول ما النيوروترانسميتر يرتبط بها بتقوم بتقلل، شايفين العلامة دي معناتها بتقلل، بتقلل السينثيسيس وبتقلل الريليز بتاع النيوروترانسميتر. هي عاملة زي الفرامل كده في العربية، يعني هي للحماية. أول ما النيوروترانسميتر بيجي تركيزه أكتر من اللازم في المنطقة المعينة في السيناب، بيقوم النيوروترانسميتر بنفسه بيمشي يرتبط بالريسبتر دي عشان يوقف التصنيع بتاع نفسه أو الإفراز بتاع نفسه. فهي عشان كده سموها أوتو ريسبترز. طيب وطبعا المونوامينز هي شنو اساسا؟ المونوامينز دي مجموعه من النيورو ترانسميترز انكلودنج النور بنفرين
وال 5 اتش تي اللي هو سيروتونين نيورو ترانسميتر. فدي الفكره العامه، ده النورمال، ذيس از نورمال. لسه احنا ما تكلمنا عن الابنورمال. طبعا هنا ده هنا مفترض يكون النورمال انه يكون في 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 السيجنال تكون بروبر سيجنال ممتازه، ما تكون لو ليفل. اللو ليفل دي بتحصل في الاب نورمال، اوكي؟ اللي هي بتكون بسبب شنو؟ اللو ليفل دي بتكون بسبب انه استخدمنا دواء مثلا زي الريزربين. الريزربين هو من الادويه بتيجي من النباتات، واحد من النباتات، وكانوا يستخدموه في يعني في علاج ضغط الدم زمان شديد، اسهل الان وقف لانه فيه مشاكل كثيره. واحده من مشاكله انه بيكمل كل النيورو ترانسميتر القاعده هنا، وبديفرنت ميكانيزم النيورو ترانسميتر هنا تركيزه بينقص وبرا تركيزه بينقص، يعني بيحصل شح في النيورو ترانسميتر. لقوا انه البيشنتس اللي بيستخدموا ريزربين بعد فتره من الزمن بيجيهم ديبريشن عديل، بيجيهم ديبريشن. فمعناته فكروا انه معناته النيورو ترانسميتر دي نقصانها مرتبط بشنو؟ بالديبريشن. ودي الثيوري، دي الفكره بتاعت الثيوري هنا. يبقى المونو امين ثيوري اوف ديبريشن بتتهم نقصان النيورو ترانسميتر كسبب اساسي في الديبريشن. معناته علاج الديبريشن في الحاله دي هيكون شنو؟ انه نزيد النيورو ترانسميترز. سو الاستراتيجيز تو انكريز المونو امين نيورو ترانسميتر، لازم احنا نعرف كيف ان احنا هنزيد النيورو ترانسميتر. ما هي الثيوري قالت شنو؟ الثيوري قالت انه نقصان النيورو ترانسميترز وتحديدا المونوامينز اللي هم الفايف اتش تي والنوربينفرين، قالت نقصانهم هو اللي بيعمل ديبريشن. تمام؟ طيب ان احنا نقوم نعمل شنو؟ نزيدهم بس، نزيد النيورو ترانسميترز دي، نزيد ديل، نزيدهم كده عالجة الديبريشن. طيب ازيدهم كيف؟ هزيدهم بكذا طريقة. لو رجعنا للرسمة هنعرف. اول حاجة انت ممكن لو انا قفلت هنا الريابتيك ده، كويس، قفلت الريابتيك بتاع النيورو النور ادرينالين او الريابتيك بتاع الفايف اتش تي او الريابتيك بتاعهم الاثنين، قفلته، معناها النيورو ترانسميتر هيكون قاعد هنا لفتره اطول وتركيزه هنا هيزيد، وبالتالي عالجت الديبريشن. طيب لو قفلت الاوتو ريسبتورز اللي كانت بتنقص النيورو ترانسميتر، قفلتها بدواء، معناتها النور ادرينالين او النيورو ترانسميتر لما يرتبط هنا ما حيقدر يشتغل لانه مقفول الريسبتور، وبالتالي ما حيحصل نقصان في النيورو ترانسميتر، وحيحصل زياده في النيورو ترانسميتر، وبالتالي برضو يعني الحاجه اللي هتحصل انه حيختفي الديبريشن وغيره من الحاجات. فغير كده بالمناسبه برضو ممكن شنو؟ طبعا النيورو ترانسميتر ده جوه ممكن يحصل له ميتابوليزم، يحصل له ميتابوليزم، يحصل له تكسير. والمونو امينز عموما المونو امينز بيحصل لها تكسير بانزيم اسمه ماو او ام اي او مونو امين اوكسيديز. طيب لو وقفت الانزيم اللي بكسر المونو امين، وقفت الانزيم ده، ما حيحصل تكسير، ما حيحصل تكسير للنيورو ترانسميتر ده، وحتركيزه تركيزه حيزيد، وبالتالي برضه كده عالجت الدبريشن. شفتوا الثلاثه حاجات اللي قلتهم ديل؟ ديل المين ميكانيزم باي ويتش موست اوف انتي ديبريسنس ار اكتنج. دي الطريقه الاساسيه اللي بيشتغلوا بيها النوع الادويه دي، اوكي؟ فبعدين حنخش في الادويه، ودي انا افضل انها تكون في الفيديو اللي بعده طوالي، افهم الثيوري الاساسيه. ولو في اي سؤال طوالي اتفضلوا في الجروب.